احنا اليوم في المعرض الدولي للنسيج نسخة 19 فيه نظمناه في مدينة طنجة لما لهذه المدينة من خصوصيات في هذا القطاع. هذا بالطبع كان عندنا أولوية منذ ما تولينا المهام ديال الجمعية في شهر 5 2022، وقررنا تنظيم ديال هذا المعرض هذا في المجلس الإداري اللي نظمناه بمدينة العيون في 1 أكتوبر 2022. في وقت وجيز الحمد لله كان عندنا نجاح متميز لهذا المعرض. الاختيار ديال مدينة طنجة ماشي عفوي، لأنه هو اختيار آني، لأنه المدينة ما احتضناش معرض النسيج من 2009، وكان من المفروض علينا باش نردوا الاعتبار لهذه المدينه بحكم المكان اللي تحتلها في قطاع النسيج في المملكه المغربيه. هذا المعرض هذا شاركوا فيه دول متعدده اوروبيه بالاغلبيه، لانه السوق الرئيسي ديالنا في قطاع النسيج هو سوق اوروبي، بالضروره السوق الاسباني والفرنسي والبرتغالي. وفي هذا المعرض هذا ضمن لقاءات مع عارضين مغاربه واجانب، وضمن وسنينا على اتفاقيات مع الجمعيه البرتغاليه لصناعه النسيج في شخص الرئيس ديالها السيد ماريو جورج ماشادو، واللي من خلالها غادي نطوروا العلاقات مع الاخوان ديالنا في البرتغال. حنايا كوداغسا كتكون من 3 ديال الشركات، اللي هي الشركه الام اللي هي كوداغسا، ومن بعد يوبا مينا كاسكو. كيف ما كتشوفوا كنعملوا لي برودوي يعني بوغ فام ام اي اونفون، يعني عندنا جميع المستويات. كنخدموا على لي فيست مونتو اللي هما يعني بياسا مونش اللي هي الاكسبورتاسيون 100%، كيف ما كنخدموا على اللباس ديال النساء بصفة عامة، يعني حتى لي جوب لي بانطالون لي روب لي شوميزيي. بالنسبة للشركة ديالنا حنا ليكسبورتاسيون 100% عندنا، كنخدمو على ليكسبورتاسيون، كنعملو لا سوتريتونس. وحاليا شاركنا في يعني في لاميت في هذا المعرض هذا، اللي باش نتعرفوا على دي زوطر كليون اللي ممكن يجيونا، وفي نفس الوقت نشوفوا حتى لي فورنيسور لي ماشين اللي كيبريزونتيو لنا يعني بعض المستجد او نيفو ديال لاندستري ديال فابريكاسيون ديال لي فيتمون. انضمت الجمعيه المغربيه لصناعه النسيج والالبسه للدوره 19 للمعرض الدولي لصناعه النسيج والالبسه. طبعا هذه الدوره تاتي بعد دوره 18 اللي كانت مدينه الجديده. طبعا هذا المعرض فيه تقريبا 4 ايام، من 14 الى 17 دجنبير. فهذا المعرض فيه مجموعه من العارضين، هي فوق تقريبا 120 عارض، مختلف قطاعات صناعيه، صناعه النسيج والالبسه، الموضه، كذلك الخدمات، وكذلك حتى الجانب اللي الماتريال، يعني حتى الناس اللي كتبيع الماتريال. فالمعرض هو فرصه للقطاع، لترويج للقطاع على المستوى الجهوي والوطني كذلك الدولي، فرصه كذلك الاطلاع على المقاولات العامله في القطاع. فهاد يعني هاد الدوره طبعا تميزت مجموعه ديال الشركاء اللي دعمت كذلك ولايه طنجه للجهه. كنحييكم من المعرض الدولي للنسيج والموضه اللي كنتواجد في مدينه طنجه، اللي هي معرض دولي كبير، وكيحصلنا الشرف اننا نشاركوا به بهذه المنتوجات اللي عندنا، بهذه الماكينات هذو اللي عندنا، يعني ماكينات ديال الطرز من النوع ديال فورتيفر وماكينات ديال الخياطه. الاساس جينا باش نوريو الناس لا تكنولوجي ديال لابغودغي فين وصلات، يعني باش نسهلوا الخدمه والوتيره ديال الخدمه. يعني لي ماشين سو سون سبيسيو فورت ايفر، يعني ديال الطرز جميع انواع الطرز. وانتم كنشكركم وكما كنشكروا جهه طنجه على التنظيم ديال هذا المعرض هذا الدولي، يعني اللي ابشر بالنجاح.